السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم في الفيديو السابق، راني كنصور لكم فين كانوا يسكنوا لي تيكنيسيان اللي كانوا مسؤولين، ولي زانجينيور اللي كانوا مسؤولين على الشركة وعلى المناجم بمنطقة سيدي بوبكر. أنا متواجد بمنطقة سيدي بوبكر التي كانت غنية بالمعادن أمثال الزنك والنحاس والنحاس والأزوريت. هي فعلا هذه المنطقة كما يروي لنا سكانها كانت منطقة غنية، وهذه المنطقة السكنية ديالهم ما كانتش على هذا الشكل كما كتشوفوها، هي على شكل أطلال، لكن يسكنها أناس أهل المنطقة. لما خرج الفرنسيون منها سكنها أصحاب المنطقة. إذا سأطل بكم الآن، كتشوفوا هذا السياج الحدودي اللي كتشوفوه هو على شكل حدادة. هذا السياج هو هنا كتشوفوه، هو تقريبا حدود، وإنما داروه يعني المغرب داروا ماشي حدود، وإنما لمنع يعني الناس باش ما يدخلوش ديك المناجم، لأنها مناجم كلفت أرواحا، ما فيهاش سيكيريتي. كاين الناس نظام البطالة كيدخلوا هنا كيدوروا على بقايا الأزوريت وبقايا المعادن، وسرعان ما مرة كتنهار عليهم ذيك المناجم وكيخلف ضحايا. لذلك التجأت السلطات باش تدير هذا الحدود لمنعهم من التسلل إلى المناجم. هنا هذا الجبل اللي كتشوفوه، هذاك الجزائر، يعني جبل هي الحدود الجزائرية المغربية. وتقريبا فين راني واقف انا الان، كتبعد علينا الحدود الجزائريه او البوست نتاع الجزائر حوالي كيلومتر فقط على ما اظن كيلومتر. المهم الى هنا استودعكم الله، الى امل اللقاء بكم في روبورتاج اخر ان شاء الله.